السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم طرائق المحافظة على البيئة. ما هي أسباب ظهور تجمع النفايات الصلبة في الأردن؟ هنالك أسباب عديدة لتجمع النفايات الصلبة في الأردن، أبرزها ازدياد عدد السكان وأيضا تطور قطاع الصناعة والتجارة في الأردن. إذن أسباب ظهور تجمع النفايات الصلبة في الأردن هي ازدياد عدد السكان وتطور قطاع الصناعة والتجارة في الأردن. إحدى حلول هذه المشكلة وهي تجمع النفايات الصلبة في الأردن تكمن في إعادة التدوير لهذه النفايات. إذن إعادة التدوير هي إحدى الحلول لهذه المشكلة، ويبين الشكل الآتي نسب تدوير النفايات الصلبة في الأردن. لاحظوا خامس هنا، يوجد نفايات أنواعها مختلفة، يوجد نفايات معدنية وأيضا نفايات ورقية ونفايات زجاجية ونفايات بلاستيكية. هذه الأنواع المختلفة من النفايات جميعها يحدث لها إعادة تدوير، أي إعادة تصنيع وإعادة استخدام مرة أخرى، وهذا يقلل من النفايات الصلبة الموجودة والمتراكمة في الأردن. هل يتسبب تجمع النفايات في الإضرار بالبيئة؟ طبعاً تجمع النفايات يضر في البيئة، إذن الإجابة نعم. هل يتسبب إذن تجمع النفايات في الإضرار بالبيئة؟ طبعا تجمع النفايات يضر البيئة ويؤدي إلى تلوث البيئة، لذلك الإجابة هي نعم. ما الإجراءات التي اتخذها الأردن للتقليل من هذه الأضرار؟ ما هي الإجراءات يا خامس التي تتوقعيها وتتوقعي أن الأردن قام بها للتقليل من هذه الأضرار؟ أشهر هذه الإجراءات التي قام بها الأردن هي إعادة التدوير، كما هو واضح في الشكل، إعادة تدوير المواد المختلفة والنفايات المختلفة من أوراق وبلاستيك وأيضا من زجاج ومعادن. جميع هذه المواد قام الأردن بإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، وهذا قلل من تراكم النفايات في البيئة وحافظ على البيئة من التلوث. إذن ما أهمية التدوير للتدوير أهمية؟ ما أهمية هذا التدوير؟ أولاً تقليل التلوث، التدوير قلل من التلوث الذي سببه تراكم النفايات، أيضاً توفير الطاقة، ثالثاً المحافظة على الموارد الطبيعية. إذن من أهمية التدوير تقليل التلوث وتوفير الطاقة التي نستخدمها في تصنيع هذه المواد، وأيضا المحافظة على الموارد الطبيعية، فنحن لا نحتاج إلى تدمير الموارد الطبيعية، وإنما إعادة التدوير يساعدنا على إبقاء هذه الموارد الطبيعية بدون استنزافها. ماذا نقصد يا خامس بالمحافظة على البيئة؟ المحافظة على البيئة هي الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في البيئة وعدم استنزافها أو إساءة إدارتها. إذن المحافظة على البيئة هي الاستخدام الأمثل أي الأفضل للموارد الطبيعية في البيئة وعدم استنزافها أو إساءة إدارتها. ما هي الأعمال التي قام بها الأردن لحماية البيئة؟ أهم الأعمال التي قام بها الأردن لحماية البيئة إنشاء وزارة البيئة، إذ يوجد بالأردن وزارة، هذه الوزارة مختصة بالبيئة والمحافظة على البيئة، وهذا دليل على اهتمام الأردن بالبيئة. ثانياً إنشاء جمعيات حماية البيئة التي تعمل على توعية الأشخاص بالمخاطر المحيطة بالبيئة. إذن أيضاً تم إنشاء جمعيات عديدة، هذه الجمعيات مختصة بحماية البيئة، وأهم ما تقوم به هذه الجمعيات هي توعية الأشخاص أو توعية المجتمع بالمخاطر المحيطة
بالبيئة. إذن الأعمال التي قام بها الأردن لحماية البيئة: إنشاء وزارة البيئة، وثانيا إنشاء جمعيات حماية البيئة التي تعمل على توعية الأشخاص بالمخاطر المحيطة بالبيئة. ما هي طرق المحافظة على البيئة؟ هنالك طرق عديدة للمحافظة على البيئة، سنذكر أهمها في هذا الدرس. أهم طرق المحافظة على البيئة: غرس الأشجار، كما هو واضح في الشكل، غرس الأشجار. وبغرس الأشجار أيضا نقوم عندنا بالمحافظة على البيئة، ونزيد من نسبة الأكسجين في البيئة، ونقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون في البيئة، وهذا يحافظ على البيئة. ثانيا التدوير، تدوير النفايات أي إعادة استخدامها مرة أخرى وتصنيعها مرة أخرى، يقلل من تراكم النفايات في البيئة. إذن التدوير هي من أهم الطرق أيضا في المحافظة على البيئة. تنظيم الصيد، أيضا عندنا تنظيم الصيد هي من أهم الطرق للمحافظة على البيئة، إذ أن الصيد بشكل جائر وبشكل عشوائي يهدد النظام البيئي ويهدد الكائنات الحية، وقد يسبب في انقراض العديد من الكائنات الحية. رابعا إنشاء المحميات، يوجد في الأردن العديد من المحميات التي حافظت على أنواع عديدة من الكائنات الحية، سواء كانت الحيوانات أو حتى النباتات البرية، وحمتها وحافظت عليها من الانقراض لفترة طويلة. إذن من طرق المحافظة على البيئة وأهمها غرس الأشجار، ثانيا التدوير، ثالثا تنظيم الصيد، ورابعا إنشاء المحميات. إذن غرس الأشجار، التدوير، تنظيم الصيد، وإنشاء المحميات هي من أهم الطرق للمحافظة على البيئة. ما هي الإجراءات التي تساهم في المحافظة على الموارد الرد الطبيعية؟ إذن ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحافظ على الموارد الطبيعية؟ أولا ترشيد استهلاك الماء وعدم استنزاف الماء. ثانيا تنظيم عمليات صيد الأسماك والطيور والغزلان وتحديد مواعيد معينة للصيد، أي بشكل عام تنظيم عملية الصيد ومنع الصيد الجائر. ثالثا مخالفة أصحاب المركبات التي تنفث الدخان من عوادمها، وهذا القانون موجود أيضا في الأردن، إذ يتم مخالفة أصحاب المركبات التي تبعث الدخان من عوادمها. إذن مخالفة أصحاب المركبات التي تنفذ الدخان من عوادمها. رابعا إنشاء مدن صناعية بعيدة عن مناطق ازدحام السكان، وهذا أيضا موجود في الأردن، يوجد أيضا مصانع ومدن صناعية خاصة مثلا كالمدينة الصناعية الموجودة في سحاب، أو المدينة الموجودة في إربد، وغيرها من المدن الصناعية المختصة بالمصانع والتي تكون بعيدة عن الأماكن السكنية. إذن إنشاء مدن صناعية بعيدة عن مناطق ازدحام السكان. خامسا إنشاء محميات للحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض، وأيضا يوجد بالأردن العديد من المحميات التي حافظت على الكائنات الحية وحمتها من الانقراض، كمحمية ضانة مثلا، محمية الأزرق، وغيرها من المحميات. سادسا تدوير النفايات الصلبة، أيضا في الأردن يوجد تدوير للنفايات الصلبة بشكل كبير كالزجاج والمعادن والأوراق وغيرها. سابعا زراعة الأشجار الحرجية، أيضا زراعة الأشجار الحرجية من الإجراءات المهمة للمحافظة على الموارد الطبيعية. إذا نعيد الإجراءات بشكل سريع، ما هي الإجراءات التي تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية؟ أولا ترشيد استهلاك الماء، ثانيا تنظيم عمليات الصيد، ثالثا مخالفة أصحاب المركبات التي تنفث الدخان من عوادمها، ورابعا إنشاء مدن صناعية بعيدة عن مناطق ازدحام السكان، وخامسا إنشاء محميات للحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض، وسادسا تدوير النفايات الصلبة، سابعا زراعة الأشجار الحرجية. انتهى درسنا خامس اليوم، ألقاكم إن شاء الله في حل أسئلة الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.